ورد أن رونالدو ينضم إلى نادي النصر السعودي. كانت هناك بالفعل شائعات بأن كريستيانو رونالدو سيتبع عرضا بملايين الدولارات السعودية. هذا ما أوردته صحيفة علامة اقتباس ماركا علامة اقتباس الإسباني. وتم تدريب الإسبان على عقوبة كواجب منزلي. الأخبار تقرير رونالدو يختار النصر السعودي. أفاد تقرير إعلامي أن النجم كريستيانو رونالدو سينتقل من السعودية إلى نادي النصر. ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الاثنين أن كابتن المنتخب البرتغالي سيلعب للنادي لمدة 2.5 العام اعتبارا من يناير. كان لاعب كرة القدم العالمي 5 مرات بلا ناد منذ انفصاله عن مانشستر يونايتد بعد وقت قصير من بدء كأس العالم، وبالتالي يمكنه التغيير دون انتقال. وكانت ماركا قد ذكرت الأسبوع الماضي أن رونالدو تلقى عرضا من النادي بقيمة الملايين. وفقا لذلك يجب أن يكون الحجم الإجمالي للصفقة بما في ذلك عائد الإعلانات حوالي 200 مليون يورو لكل موسم. ذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية مؤخرا أن رونالدو لم يقرر بعد ما إذا كان يريد قبول العرض. لذلك يرغب اللاعب البالغ من العمر 37 عاما في مواصلة اللعب على المستوى الدولي الأعلى في دوري الأبطال. ومع ذلك يجب أن يكون هناك تساؤل حول عدد قليل من الأندية في أوروبا. مرارا وتكرارا كانت هناك تكهنات حول اهتمام تشيلسي ونادي روندو للشباب سبورتنج لشبونت وباريس سان جيرمان.